عندك ما يبانش الدرج هذاك الشيء علاش بلا ما تقول لي الاسماء سي انور ياك هي عارف بلا ما بلاش هي عارف بلاش صافي والله العظيم صافي والله العظيم صافي والله العظيم اهلا وسهلا بكم متتبعي قناه شفتي بي مباشره من مدينه مباشرة من نواحي مدينة مراكش. اليوم حنا كنتواجدو مع السي أنور الفنان الشعبي اللي على حسب ما جاء في القول ديالو أنه صديق العديد من الفنانين الشعبيين بالمغرب، صديق فنانين كبار، يعني كما قال السي أنور أنه كان خدام وخدام خدام زعما مسهل عليه الله. نتوما كنتو كعارفين الفنان الشعبي قبل أزمة كورونا، يعني كيفاش كان خدام قبل، فاش كانوا الحفلات، يعني كان كيخدم إلا ما خدمش كاع السيمانة أو السيمانة كيخدم داك السبت ولا الحد، المهم كيلقى ما يصرف هو والعائلة ديالتو. السي أنور داكشي اللي كان مخبي كلاه، داكشي اللي عطاوه الناس كلاه. حاليا دابا سي انور عايش، تحول من المدينه وجا هنا النواحي مدينه مراكش، على قبل ما بقاش عنده الجد باش انه يكري وسط المدينه، ما بقاش عنده الجد انه باش يكون وسط المدينه. لا ولدي ارجع، ما بقاش عنده الجد باش يكون وسط المدينه. سي انور غادي يعاود لينا على المعاناه اللي عانى من نهار تحبسوا الحفلات. سي انور غادي يعاود لينا المعاناه اللي عانى، وهو كان الرزق الوحيد ديالو هو انه الحفلات والمناسبات. انتم راك عارفين كان كيخدم في عراسات، كيخدم في عيد ميلادات، في حفلات ديال عائلات هنا في مدينه مراكش. غادي نخليكم مع السي انور اللي لا غير خلي غير خلي غادي نخليكم مع السي انور اللي غادي يشرح لينا وغادي يقربنا من كيفاش توصلت حالته وحياته لهاد الدرجه هذه. سي انور قرب غير الميكرو عندك واحد شويه، تفضل. يعني كيفاش كنتي عايش قبل كورونا؟ السلام عليكم، شكرا السي محسن على الاستضافه ومرحبا بكم، الف مرحبا. انا الحمد لله كنت عايش في واحد الحاله جيده، انا والوليدات ديالي ما كنت مقصر معاهم جاد، عايش معاهم وقت ساكن وسط المدينه، كنخلص 1000 درهم 1200 في الشهر وقاد عليها. ومع النهار وصلت الجائحه ديال الكورونا توقفت بحالي الفنانه، جميع الفنانين ديال المغرب كلهم، وضاقت بيا الوقت. وما الانسان تعرفوا الانسان ما عنده لا اب لا ام لا حتى واحد، عنده الله وثم الوليدات. ايوا توجهت عند الفنانه، عدت الفنانه بدون نذكر الاسماء ديالهم، هما اللي قدموا لي هذه المساعده وعاونوني ووقفوا معايا في وقت الحاجه، في وقت الشده. لان داك صاحبك صديق ديالك تيكون معاك في وقت الضيق. ولقيت شي بعض الفنانه في المستوى بلا ما نذكر الاسماء ديالهم اللي عطاوني اليد ديال المساعده ديالهم، وانا كنت عايش بخير الحمد لله. قبل هاد كورونا كنت نخدم مع فنانه كبار بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، وكنت عايش بخير مزيان حتى وصلنا هاد الجائحه. دابا مضطر هو باغي يخرج ليا انايا دابا حاليا. الضوء عندي دابا مده 8 شهور لا هو لا الماء، عندي 8 شهور ديال الضوء، 8 شهور ديال الماء، وهار المكتب ديال الضوء هو نعطوه الورقه ويمشي يسول هو براسو. ويوم هادشي عطا الله، وتنشكر هاد الطاقم اللي جات عندنا هنايا شوف تي في، وتنشكر الاستاذ السي محسن والزميل ديالو اللي معاه، اللي هما تقبلوا هاد الموضوع وخدوا بواحد الانسانيه وتوجهوا عندنا للمكان وعطاونا المساعده. وتنشكر شوف تي في
وشكرا سي محسن. يعني سي انور، غير باش تقربنا من الحياه تاع الفنان، كيف ولات في هذه الازمه هذه من بعد ما حبسوا الحفلات وحبسوا عليكم طرفه الخبز كما كنقول انايا. انا تنعرف شي بعض الفنانه كانوا عندنا، كنت نقول احنا بعض المصطلح ديال بالدارجه، كانوا ريوستا ولاو كرهين، بحالاش كان عنده ماتاريا، كان عنده السياره ديال تنقل لي الماتاريال ديالو. دابا حاليا دابا موقع عنده تا باع الماتاريال ديالو. اغلبيه الفنانه كانوا ساكنين في المدينه ولاو دابا ساكنين معنا هنا في الزمن. هذا هو المشكل استاذ محسن. يعني كاع داكشي اللي كان ديالو باعو باش انه يقدر يعيش هاد الايام. الفنانه كان عنده تقريبا شي 50 باف والصنوات و انواع الماتاريال ديال الاعراس كان عنده. حاليا دابا راه باع كلشي، عداد منهم كان راه عنده 3 مليون، تيخلص مليون في العام ولا مليون ونص في العام. هو دابا جا للبادية على حساب الكرا رخيص، تلقى هنايا 100 رهن و100 كرا، مليون ماشي بحال مليون تحطو غير كرا. تعرف انا فنانة كبار اللي هما وصلت بهم الى اقصى درجة، ما نباش انا قدام هاد الفنانة اللي هما كانوا في المستوى كبار، راه هما تحزوا ماشي اللي عطا الله السي محسن. سي انوار، حياتك انت كيف ولات؟ حياتي انا عاود عندي شحال من حاجه نقصتها لوليداتي. كنت ما مخصهم من والو، وربي شاهد عليا ودي سي محسن، وجعتي بيا اللي الحاله كي دايره. ها هما يقولوا لك لا من ناحيه الملابس، لا من ناحيه اللبس، ولا من ناحيه اي حاجه تنعطيهم، يخرجوا مع الزوجه ديالي وتيخرجوا تنطلى فيهم. ايوا، من نهار خرجت هذه، من نهار تحبسوا زعما الحفلات، يعني كيفاش دوزت؟ واحد الانسان بحال يسد عليا في شي بيت، ما كتخرج ما والو، ما تنخرج ربي شاد عليا وهاد الجي انا وما انا قلتيها لينا، قلت ما بقاش عندي الخاطر انني نلتقى مع الناس. ولكن فاش تضاقت بيا الوقت وليت تنخرج عند الناس اللي هما تيعرفوني، مشيت عند الفنانه، دويت مع الفنانه ومشيت عند الناس اللي هما ماشي فنانه، وقفوا معايا وعطوني يد المساعده، لان ما عمري تجرأت باش نعطي دم وجهي نخرج نطلب عند الناس. بصراحه السي انور عمرك مشيتي ولا طلبتي المساعده من شي فنان وبخل عليك؟ هي كاين واحد الفنان بلا ما ندخل الاسم ديالو، فنان مشهور شعبي، وقفت عليه واتصلت بيه وجاوبني وما سد عليك بيبان، ما قداش معايا طلب اللي هو طلبته عليه. وكنت انت رافد فيه رجا باش انه يعاون؟ كنت انا ناوي فيه هذا الفنان، وحق الله العظيم نتناول فيه الخير. الاحساس ديالك الموضوع هذا تناقشتو انا والزوجه ديالي وجبدناه وعيطنا ليه ودوا معانا، ولكن ما حل فيناش، وصيفطنا ليه بعض الصور ديال الابناء ديالي الصغار والحاله الوضعيه ديالي، وفي الاخر ما الاحساس ديالك وانت انا حرجني بزاف. تحرجتي انا السيد هذا حرجني بزاف، وكنت ناوي فيه الخير وردها ليا في وجهي، وما ننساش بعض الفنانه وبعض الفنانات اللي وقفوا معايا، ما عمري عرفتهم وقفوا معايا وعطاني يد المساعده وقدموا يد المساعده، والله يجزيهم بخير. يعني السي انوار، هاد من مورا ما تلقوا الحفلات داكشي، واش رجعوا الناس خدامين شويه ولا والو؟ نهار تلقوا الخدامين ديال الاعراس والحفلات ما كانش خدمه اللي هي كثيره. انا قلت الله اكبر، على الله اكبر، كلامي صحيح، ما كانش خدمه، كانوا خدمات غير قلال. انا انت شيخ عندك كليان تيعيطوا لك في الهاتف، صافي داكشي ديال السوق تيتخاطفوا، داكشي ما كاينش. وبعض الخدمات هما اللي كاينين في الباديه، اما القاعات كانوا مسدودين، كان عندهم واحد لاطون ديال 11 يحبسوا. اما الخدامي ديال الباديه، داكشي ديال الباديه كانوا خدامين كثار، ولا ربي شاهد علينا. راه الانسان اش بغيت نقول، ونعم لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني انور بصراحه شنو كتمنى انت؟
واش كتمنى انك ان ان انك تخدم عاوتاني تخدم في هذا في هذا الميدان هذا، ولا المحسنين يعاونوك ودير شي 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 بروجي ديالك؟ شنو كتمنى دابا انت انور؟ انا كنتمنى من عند الله عز وجل ومن هاد المحسنين اللي هما تيشوفوا هاد القناة الطيبة وهاد القناة اللي هي تتعمق في مواضيع كثيرة وتتجي وتتسهر وتتبحث، تنشكرها من هاد المنبر ديالها. انا تنطلب من المحسنين يوقفوا معايا. انا دابا انا عندي ثلاثة الوليدات، لا غير خلو ما يمكنش يبان. عندي انا ثلاثة الابناء، ودابا حاليا والله ما لقاو حتى ما ياكلوا، وربي شاهد عليا. دابا انا مضطر يخرجني، لا حول ولا قوة الا بالله. وتتسني 8 شهور ديال الكروت، هذيك 8 شهور ديال الماء و 8 شهور ديال الضو. الماء والضو ها هو ما نعطيه انا الورقة ومشي هو يصور براسه. وبصراحة أنور ما فكرتش أنك دير شي مشاريع صغير واللي تبدا فيه دقة دقة. إيه أنا مستعد. أنا كنلقيت أنا اللي يعطيني واحد يعطيني كي تنقول واحد الخطوة يفتح لي واحد يدفع بيك؟ آه يدفع بيا واحد شوية. أنا مستعد كاع نعزل من هاد الحرفة هادي كاع. يعني كما كنعرفوا حنا هاد الحرفة هادي راه ماشي ديما كنقولوا حنا باقي الفن باقي ما باقي حنا ماشي شي خدمة اللي انها يعيشوا بها الناس، ويعني بلي لو نهار تقدر تولي ما خدامش. انا طرحتيني هاد السؤال ونشكرك على هاد السؤال السي محسن. هاد السؤال هذا عجبني هاد السؤال، لان تنعرفوا حنا شي بعض فنانة كبار وعندهم خدمة اخرى من غير الدومين ديال الموسيقى. يعني ما خدم ما عايش خدامي في شركات، خدامي في ادارات، وهاد الخدمه دايرينها هي الخضره كي تنقولوا خضره فوق طعام. يعني ما معولينش على الموسيقى؟ ما معولينش هما على الاوجات الموسيقى. تنعرفوا ما هما معنا حاليا هنا في مراكش موظف في الادارات بدون ندخل الاسم ديالو، وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت مغني. هو تيقول لك هاد الخدمه ديال الموسيقى انا ما معتمد عليهاش، حنا هاد الخدمه دايرها هي خضره فوق طعام. يعني الموسيقى ما كتعيش؟ ما تتعيش. اللي تيقول الموسيقى تتعيش انا نتحداه. انا دابا انا موسيقي وخدت مع عدة فنانة الحمد لله بلا ما نذكر الاسماء ديالهم. وشي بعض الفنانة خدمت معاهم انا بزاف، وفاش دقيت الابواب وتنعرفهم انا هما ميسورين، ودقيت الابواب ديال الباب ديالهم وما تعاملوش معايا كي تنقولوا حنا بهذا المصطلح. لأن هاد الموسيقى الأستاذ سمو حسين ما تتعيش، هي تتوهمك، تتعطيك واحد شوية واحد شوية تتبدلك في ذاك الأول. تتبدلك مثلا نعطيك ما بين قوسين بحال ذاك الصيف كنقول حنا شهر 6 و7 و8 تتفرحك. حنا هادشي عارفين، حنا عارفين أن الفنان كيخدم ديك 3 شهور وكيجلس العام كامل، وجات شي حاجة وهذاك ما جاتش، أنه ما جاتش راه ديك الفلوس اللي جمع في الصيف خصو ياكلها في الشتو. أنا كنت خدام مع واحد الفنان هنا في مراكش ومشهور بلا ما نذكر الاسم ديالو، خدام معاه بالنية ديالو بالصدق، وكنت عايش بهذاك البركة اللي كنت نمشي معاه كنت نقولو حنا إلا ما خدمت كاع السيمانة نخدم داك الجمعة والسبت. تتصور داك 400 درهم ولا داك 8000 ريال ولا داك 6000 ريال، تتعطي لي مادام واحد 100 درهم تمشي تقدا داك الخطيره داك الشيء اللي خاص. ناضو قال لي بينو بين شي نزاع وخلاني منها، خلاني هذاك السيد وانا قاعد وربي شاهد عليا. حاليا انا والله ما كنت اتمنى مع الوليدات، لا حول ولا قوه الا بالله. وربما ربي شاهد عليا على هذا الكلام اللي تنقول. يعني شنو بغيت توجه للفنانين صحابك والناس المحسنين؟ انا تنوجه لهاد الفنانة اللي تيعرفوني وتيشوفوني في هاد المنبر ديال شوف تي في، يشوفوا بعينيهم ويحنوا بقلبهم. وكي تيقول واحد المثال زماني وقديم تيقول لك الجراد لا جاء تياكل خوه، زعما المعنى ديالها والشرح ديالها. زعما الفنان الكبير تيروف على الفنان الصغير تيقدم لي هاد المساعدة، وانا وقعت لي انا فنان صغير متواضع دقيت ابواب على فنانه واستجوب واستقبلوني وعاونوني وساعدوني، الله يجعل لهم ذاك البركه في ميزان الحسنات. شكرا سي انور. اذا المشاهدين الكرام كنتم معنا في هذا المباشر هذا مع
الفنان انور اللي كما عرفتوا انه صديق العديد والعديد من الفنانين الشعبيين بالمغرب، كما سمعتوا انه كاين الفنانه اللي تعاونوا معاه وقدموا له يد المساعده، وكاين الفنانه اللي سدوا عليه الباب. يعني كما سمعتوا انه حشم فاش انه مشى عند فنان كبير، وحقيقه قالها لي قبل ما نبداو التصوير، قال لي راه مشيت عند الفنان بلا ما نذكروا الاسم ديالو، راه كنت رفد فيه رجع ومن بعد سد عليا الباب قال لي ما عنديش. وهو كيبان يعني كيبان في مواقع التواصل الاجتماعي ديالو انه خدام يوميا ويستر عليه الله. كنتمنوا من المشاهدين ديال قناة شوف تي في انهم يعاونوا السي انور، كنتمنوا من اي واحد انه قادر يعاون السي انور بشي 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 مشروع، ولا يعيط ليه انه يخدم معاه في شي مشروع ولا شي حاجه، يعيط ليه. الرقم ديال السي انور كاين في هذا المباشر. تفضل السي انور. السي محسن، انا والله العظيم انا ما عمرك كان عندي واحد الجرأة باش نبان في شوف تي في، لان ما كنتش محتاج احترامات شوف تي في. انا كنت خدام وكنت ميسور، تخدم مع فنانة وتخدم مع فنانات، والمهم كنت يقولوا الناس الأولين البركة داخلة. وأنا دابا راه قلب، أنا ماشي بغيت نبكي، أنا قلبي تيبكي ليا من الداخل. أنا ما تنبكيش أنا من برا، لأن الإحساس ديال الداخل هو اللي تيبكي ليا. أنا والله العظيم حاليا أنا والله ما بقيت نتمناكم، تنقسم ليكم بالله لي شانو عظيم. انا ما حاليا دابا انا الكراتي تساني، الضو تساني، الحاله المعيشه ديالي مهمشه بدو، ما كاينش شي حل. سي انور، الرقم ديال الهاتف ديالك اللي بغى يعاونك 06 36 36 57 87 89 89 47 56 57 89 47 56 57 87 89 47. اذا المشاهدين الكرام، هذا هو رقم الهاتف ديال السي انور، هذا هو رقم الهاتف اللي بغى يعاون انور، هذا هو رقم الهاتف اللي بغى يقدم يد المساعده للسي انور. كنتمنوا من اي واحد قادر انه يعاونه، كنتمنوا من اي واحد قادر انه يقدم له يد المساعده، ما يبخلش عليه. انور اب الثلاثه تاع الوليدات، محتاجين الاب ديالهم انهم يدخل شي حاجه في يديه. مشاهدينا الكرام، كنتمنوا من السي انور يعيط لنا من مورا هذا المباشر هذا ويقول لنا الحمد لله راه المشكل ديالي راه تحل، لقيت خدمه ولا خدمت ولا اي حاجه. مشاهدينا الكرام، كنضرب لكم واحد المباشر اخر، والى اللقاء.